تعامل مباشر لا صعيب نقوله تعاون مباشر، لكن ثم تعاون غير مباشر. شنو صار؟ هو الاتحاد الأوروبي من مع تونس ثم أنظمة منذ سنة 2015 متاع تبادل المعطيات البحرية وكل ما يهم الأمن في البحر الأبيض المتوسط، وهي موجهة خاصة لمنع تدفقات المهاجرين غير النظاميين. وفي 2018 المفوضية الأوروبية أعلنت أن السواحل التونسية مراقبة بالأقمار الصناعية الأوروبية اللي تحاول تضبط أو تتبع كل تدفقات أو الانطلاقات تتم من السواحل التونسية. بعد الموجة الهجرية متاع سنة 2020 في شهر جويلية تكثفت الضغوطات الأوروبية على تونس واخذت الأشكال المتصاعدة، والمساعدات خاصة على المستوى المالي والتقني واللوجستي كانت مساعدات كبيرة، والهدف متاعها هو تعزيز الرقابة، وأيضا الهدف أيضا هو تحويل الحرس البحري التونسي أو استنساخ تجربة الحرس ما يسمى بحرس خفر السواحل الليبي على تونس. لأن الاتحاد الأوروبي منذ 2018 عرض على تونس أن تكون منصة إنزال وإيواء، رفض تونس فمشى الخيار آخر. الخيار اللي اعتبره ناجح هو حاول يستنسخه في تونس من خلال أولا معناها توفير المعدات التقنية واللوجستية للحرس البحري التونسي من خلال التدريب المشترك، وأيضا وصل في شهر ديسمبر أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيقوم بنشر وحدات بحرية وجوية مقابل السواحل التونسية. الوحدات هذه مهمتها هي جمع المعطيات والمعلومات وإيصالها للحرس البحري التونسي ليقوم بعملية الاعتراض. المعدات التقنية المستعملة هي في أغلبها باش تكون إسرائيلية للأسف. المعدات هذه معناها ثم اتفاق وقع بين فرونتكس اللي هي الوكالة الأوروبية لحماية السواحل وإيربيوس برانش متاع مع إيربيوس وشركة الصناعات الفضائية الإسرائيلية على تزويد فرونتكس بطائرات دون طيار اللي من نوع هيرون واحد ولا هيرمس 900 اللي تكون الانطلاق متاعها باش تكون من مطارات جنوب إيطاليا وإلا من مطارات مالطا، وباش تركز المراقبة متاعها مباشرة على السواحل التونسية. المعطيات هذه يوم بتمشي للجانب التونسي اللي يقوم بعملية الاعتراض، ولليوم شفنا للأسف أنه الحرس البحري التونسي بدأ يخرج حتى من المياه الإقليمية التونسية للقيام بعمليات الاعتراض، وهو نفس السيناريو اللي صار مع خفر السواحل الليبي، وبالتالي تحولنا بشكل غير مباشر إلى عمل بالمناولة. والأنظمة عادة الأنظمة اللي ديما عندها ما تخفي معناها راو اللي ما تخفيه أكيد هو معيب في حق سيادتها ولا معيب في حق شعوبها ولا معيب في حق حقوق متاع مواطنين. والدبلوماسية التونسية والدولة التونسية عودتنا منذ سنوات منذ 2011 منذ الاتفاق متاع أفريل 2011 بعدم نشر هذه الاتفاقات والمعطيات، وحتى رغم القانون متاع الوصول والولوج للمعلومة رغم ذلك ما أمكنناش معناها الحصول على أكثر تفاصيل على مجمل هذه الاتفاقات. الجانب التونسي عنده ما يخشى هذاك ليش لا يفسح عن هذه المعطيات، وأغلبية المعطيات اللي توصلنا فقط من الجانب الأوروبي، وكأنه الأطراف السياسية اللي موقعة هذه الاتفاقات أو هذه المحاضر وكأنها تخشى من المساءلة السياسية ومن تبعات هذه المساءلة السياسية لمثل هذه الاتفاقات اللي أكيد تنتهك سيادة تونس وتنتهك أيضا بالأساس حقوق المهاجرين. أولا هناك اتفاقات اللي تشرع لعمليات الترحيل القسري، هذه اتفاقيات موجودة منذ 2011 وهي مش شكل اتفاقيات التقليدية اللي تعرض على مجلس نواب الشعب المصادق عليها، هو شكل من أشكال المحاضر الجلسات ما تلقاش عندها أثر كتابي في الوثائق الرسمية وما تنجمش تطلع عليها ما تنجمش توصلها ويقع تحيينها. والأخطر من ذلك وصلنا إلى اتفاقات شفوية، اللي صار في شهر أوت بعد زيارة وزيرة الداخلية الإيطالية إلى تونس هو تعهد تونسي بالتعاون في مجال الترحيل القسري، وشفنا العدد نتاع المرحلين قسريا كيفاش الضعف من غير حتى موتيف واضح، ما ثماش معناها أثر كتابي لأي اتفاق واضح. شفنا التعاون اللي موجود في علاقة بالمعدات، المعدات هذه مقابل ماذا؟ لأنه أنت اليوم كجانب تونسي تتلقى في معدات تقنية ورادارية وأجهزة ومعطيات ومعلومات، ما هو المقابل؟ ما هي التزامات الطرف التونسي؟ إذن الطرف التونسي عنده منش يخاف، ما يحبش يظهر هالمعلومات هذه، لكن نشوفوها الأثر نتاعها ظهر أنه الطرف التونسي يتعاون في الترحيل، الطرف التونسي ولا يخرج يعترض المهاجرين، الطرف التونسي ولا عامل عملية تضييق كبيرة على المهاجرين، الطرف التونسي يستعمل وسائل كانت مخصصة أصلا لمكافحة الإرهاب واللي نتبعوا فيها في الحراقة في المهاجرين وغيره. الطرف التونسي أولا طوال مسار هذه المفاوضات كان طرف هش جدا، معناها هش جدا لأن المفاوض التونسي من خلال مختلف الأحزاب اللي مرت منذ سنة 2011 والحكومات كانت كأنها تبحث على اعتراف رسمي أوروبي بها،
ومساندة سياسية أوروبية، وكان الثمن في الأغلب هو هذا التعاون اللامحدود في علاقة بالهجرة غير النظامية، لأن أغلبية المساعدات لا نجد لها أثر فعلي على المستوى الاقتصادي وإلا التنموي والاجتماعي. الأثر الحقيقي للمساعدات الأوروبية موجود في الجانب الأمني فقط، اليوم نحس فيه في الجانب الأمني وخاصة في جانب الهجرة غير النظامية. اليوم تشوف الحرس البحري بالإمكانيات اللوجستية اللي يعمل فيها، تشوف فرقة النجدة اليوم في صفاقس الطريقة الاستعراضية معناها في القيام بعمليات الاعتراض نتاع المهاجرين، واللي أصبحت حتى على الهوية معناها كل مهاجر معناها من جنوب الصحراء تقريبا أصبح متهم ما لم تثبت براءته، متهم بمحاولة اجتياز الحدود خلصة إذا كان يثبتش العكس طالما هو موجود في أي منطقة ساحلية. إذن هذه المعدات وكأنها أثرت حتى على عقيدة الأمنية التونسية، ولت العقيدة الأمنية متاعنا ولكأننا نحن الهجس الأول متاعنا في تونس هو مقاومة الهجرة غير النظامية، ما عادش الهجس الأول الإرهاب، ما عادش مقاومة العنف والجريمة والبركاجات. اليوم الموانئ التونسية والسواحل هي الأكثر أمنا، نحن وصلنا الأخطر من الكيكة. هم تعرف اليوم أنهم ماشيين في اتجاه أنهم يأمنوا الممرات متاع الموانئ، الموانئ أيضا باش يوقع تجهيزها بمعناها أجهزة باش تراقب الولوج إليها، وباش تكون ثم طائرات دون طيار دون في الموانئ. اليوم نحن هاجسنا في الموانئ هو التهريب، هو التهرب، هو غيرها، مش هاجسنا هو مجموعة منا واحد ولا اثنين من المتسللين اللي دائما تحبط العمليات نتاعها. وكأنه معناها عملية العسكرة نتاع الحدود باش تنتقل شيئا فشيئا نحو الداخل التونسي، وباش نولوا اليوم نعسكروا الموانئ، غدوة نجموا نعسكروا الشواطئ، بعد غدوة نجموا نعسكروا القرى والمدن الساحلية، واللي يصبح الولوج لها بالنسبة لبقية المواطنين ولا بقية الجنسيات يصبح صعيب جدا. الجانب التونسي دائما ما كان يفتقد إلى استراتيجية متاع مفاضلة، وهي خاصة مربوطة باستراتيجية الهجرة. اليوم المفارقات انه نحن الاستراتيجيه الوطنيه نتاع الهجره اللي تعملت وتحطت في الدرج واللي تو قاعده تتحين، انه نحينوا فيها بتمويلات اوروبيه وبتدخل اوروبي بطريقه غير مباشره. ثم تمويل اوروبي المنظمات وغيرها اللي اليوم تنسق مع وزاره الشؤون الاجتماعيه في اتجاه تعديل سياستنا نتاع الهجره، معناها هما بيدهم يعملونا في سياستنا نتاع الهجره اللي نحن باش نمشوا نفاوضوا بها معاه. اليوم هذاك علاش خلى الارتباك معناها على المستوى السياسي وما ثماش مرجعيه واضحه بين كلام عام قدم رئاسة الجمهورية حول التعاون الثنائي المتبادل وحول التنمية المتضامنة وحول عدم معناها الاقتصار فقط على المقاربة الأمنية، وبين تصريحات وزير الداخلية المقال سابقا واللي تحدث على ضرورة عدم الترحيل دون احترام الإجراءات القانونية، وبين تصريحات رئيس الحكومة اللي مشى أبعد من ذلك وتبنى مقاربات يمينية متطرفة، حتى عتات اليمين المعادين الهجرة ما يربطوش بطريقة سمجة كما عملها هو بين الهجرة غير النظامية والإرهاب. إذن وكأنه سيد على استعداد لتقديم مزيد من التنازلات للحصول على دعم سياسي أوروبي لموقعه، وبالتالي هذاك خلاه يتورط في مثل هذه التصريحات ويتورط في المواصلة في مسار التعاون اللي نجم ياخذ أشكال خطيرة في المرحلة القادمة.